برو حاضر يا اخا. روح جيب لي رئيس المخفر بسرعة. حاضر يا اخا. اهلا يا اغا. خليني خلصت يا اغا؟ اكيد، ولا خجلتي مني؟ لا لا، شحني خلصت يا اغا. غريب، ماني شايف حدا منور. عمي مدحت بالليوان وبعت الفلاحين على البيدر. ايوه ايوه، قال بدهم يحملوا القمح والشعير. وهيك تاركين وحده حلوه صبيه مثلك مثل القمر لوحدها؟ قلت بغسل الغسيلات وبحضر الاكل لبين ما يجوا يا اغا. حلو، وانا كمان مشتهي اكل اكله طيبه وشهيه ولذيذه من ايديك يا عزيزه. ايه شو علي يا اغا؟ رح انشل الغسيلات وبلش تحضير الاكل. لا 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 لا، روحي على غرفتك ولا تطلعي منها بنوب لبين ما ناديلك انا. جايني ضيوف. امرك. يلا بسرعه. مدحت، يا مدحت. نورت يا اغا. مدحت، بتروح على البيدر وبتراقب الفلاحين وما بتخليهم ينصرفوا لأجي لعندك أنا شخصياً وأحكي معك. خير في شي أغا؟ عميل مثل ما عم أقلك وبس. تأمر. وبالنسبة لأبو العز بتشحطه وبتحبسه بالزريبة وما بتخلي حدا يقرب ناحه، شدد عليه الحراسة، فهمت؟ ليش عامل شي؟ الواطي عم يخطط للهريبة من جديد. شو هالحكي؟ اي نعم، وبتشدد عليه الحراسة وما بتخليه يتنفس بنوب، فهمت؟ تأمر يا أغا. روك لشوف وشوف شغلك. وجه. شو بدك بعطيك؟ صدقيني. وين؟ عزيزي قلت لك مشتهي اكل ألذ أكلة من ايديك يا عزيزي. يستر على حماتك يا اخا. فوتوا لجوا. ليش شو عامل؟ أنا شو عامل؟ ما بتعرف حالك شو عامل؟ والله ماني عامل شيء، الله وكيلك ما عامل شيء. بعدين شوفت عينك من الصبح لهلا وأنا عم أحمل شوالات الشعير والقمح مع الفلاحين على البيدر. ست بوزك. بوسيدك. ست بوزك. بوسيدك. بوسيدك. بوسيدك اللي شو عامل؟ حتى تتربى وتعرف كيف تهرب مرة تانية. أنا؟ إيه أنت، لكن أنا؟ وشحك جبت نهايتك بإيدك. والله أنا ما بدي أهرب ولا عم فكر بالهريبة، على شو أحلف لك؟ فات الأوان يا أبو العز، فات الأوان. طيب اللي اللي مين اللي قال لك مشان واجهه؟ هذا مو شغلك، بتسد بوزك قبل ما تمسك بجري. فوتو أنت وياه، إياكم ثم إياكم، اسمع صوته وحسه ونفسه لحتى تجي أوامر الأغا. أمرهم عليه. عليهم عمي متحا.
السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين وسهلين. شو القصة يا أغا؟ الملكانة لا هابوب ولا دابوب. الفلاحين كلهم بالبيدر. ايوه. تفضل تفضل استريح. خير يا أغا؟ والله شغلت لي بالي لما اجى الشوفير تبعك وخبرني بدك كاني ضروري. حظك عاطل يا ممدوح. حظك عاطل. نعم؟ كنت حابب اعطيك الخدامة. يا ريت يا مراد أغا. ما بنسالك هالمعروف طول عمري. ما قلت لك حظك عاطل؟ خير يا أغا. لمجرد ما فتحت تمي بدي احكي معها بهالحديث هاد ما شف لك اياها الا هربت وجنت. يا لطيف. اي والله. شو هالحكي؟ وين بدها تروح؟ حدا 60 جهنم، وين ما بدها تروح تروح. خلص رح لاقي لك وحده غيرها واحسن منها كمان. لا يا أغا، انا بدي اياها هي بذاتها. عم اقول لك جنت وهسترت وهربت ويمكن ما ترجع. طيب خلينا نطول بالنا شوي، بركي بترجع. على راحتك. بالنسبة لتحقيقات قيادة الشرطة يا أغا. شبو؟ قائد الشرطة حاطت موضوع طلال براسه. عالحارك بتروح بتتفقد لي شو أخبار التحقيقات بقيادة الشرطة. أنا هون عندي كم شغلة بالملكانة، بخلصهم وبجي لعندك على المخفر وبفهم منك شو صار. أمرك يا أغا. وبتنبه على معارفك بقيادة الشرطة، خليهم يضلوا عم يلغمطوا السيرة، وقد ما كلفت تتكلف ولا يهمك. وصل يا أغا. بدي هالسيرة تموت بأرضها بقيادة الشرطة. ولا يهمك يا أغا. قول الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. بدك شي مرعي؟ أبو مرعي؟ إيه. جاي على بالي كرمنتينة حامضة. شي؟ منين جيب لك كرمنتينة حامضة؟ شو بنا عم أقول لك جاي على بالي. إيه اختلفنا بس هلا مو مسمار. بعدين شو قصتك انت امبارح طايف عصافيري واللي قبله زعفران وبابونش ومليس هيخ؟ خلص خلص شو ما بتفتح لي سيره ابو زيد الهلالي ما عاد بدي. خلص ما عاد افتح لك شيء. صدقيني لما بصير موسم انا اجيب لك 10 سحاره سحاره كرمنتينه حامضه، بس هلا دبري لي حالك بليموني حامضه. يلا خاطري. الله معك. مع السلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. اهلين يا ام الصيف، اجيتك وقتك. تحيي. هي شوفي قولي لي ام الصيف، بلتقى عندكم كرمنتينه حامضه؟ كرمنتينه حامضه؟ اصلا ما حتلاقي كرمنتينه حامضه هلا، بعدين لشو بدك اياها؟ بشتهيتها وانا رح اموت لحتى اكلها. لك لتكوني عم تتوهمي. معقول عم توهم؟ ليش مو معقول؟ لساني صبيه. وست الصبايا كمان. الصبايا بتعرفي انا مو بس مشتهيه الاكل، يعني هداك اليوم دخت ولعت نفسي. لك ايه ان شاء الله. الف 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 مبروك. الله يبارك فيكي وعقبالك. تسلمي. ان شاء الله بيطلع صبي وبيعوضك عن ابنك مرعي. يا رب يا رب. ده بالكلب لو حطوه بالقالب الف سنه بده يضلوا عاوش. خير يا اغا؟ هالواطي ابو العز عم يفكر بالهرب وعلى مستوى كبير كمان. شلون يعني؟ اكتشفت انه هالواطي عزيزه سرقه من خزنه المالكانه 25 ليره ذهب. يا لطيف. ولما واجهتها بالحقيقه نكرت وهربت كمان. هربت؟ اي نعم هربت. تقول فص ملح وداب. يعني هلا عزيزه سرقت الذهبات وهربت؟ لك شو عم احكي تركي؟ بنت الكلب. لذلك بدي اياك تعرف لي من ابوها وين ممكن تروح وين ممكن تجي. بصير خير يا اغا. فتحت تدخل لعنده هلا وبتستلمه. لا ترحمه ابدا. ما بوصي حريص يا اغا. بدي اياك تعرف لي وين راحت وين اجت وين ممكن تكون. تأمر يا اغا. افتح الباب يا ابني. امرك يا اغا. فوق ما خنت العهد كمان عم تخون الامانه يا واطي. فهموني شو عامل من شاء الله. والله رح فهمك شو عامل. اسمعوا لك اسمعوا لك بهيم، إذا ما رح تعترف وين هربت بنتك بال 25 ذهبية رح فصفصك بسناني. دخلكم. والله بنتي ما بتسرق. والله بنتي ما بتسرق. ما بتسرق. كذاب كذاب. ومخطط كمان أنت وياها تهربوا يا كلب. والله ما مخطط لشي. مالك مخطط لشي؟ والله ما مخطط لشي.
الاغا اصدق منك ومن اللي خلفك يا كلب. عراسي عراسي حرام حرام يا مدحت. خطي هيك تضربه مو معقول. لما تضربه مره تانية بتشلحه وبتضربه هيك بلزق على جسمه. خطي مو سيدك يا اخ. معناتها بالجلسه الثانيه منلاقي لك دوباره. مدحت بالجلدة الثانية بتشلحه وبتضربه. وجب يا اخ. وين بنتك؟ وين بنتك؟ ما بتعرف ما هيك؟ الله لا يعرفك شو بيجعك. راجع لك. اياك حدا يدخل عنده او يحكي معه لحتى يعترف. بامرك يا اغا. واياكم حدا يسقيه او يطعميه او يعطيه اي شيء. ها وجاب يا اغا. فهمت انت وياه مزبوط؟ ايه امرك. شرف امرك. شفت شي فواز؟ نهائيا. شو رايك سيدي؟ هي الطاولة منيحة ما هي؟ ايه منيحة. محمد لحالك اقعد على هي الطاولة. نحن الثلاثة رح نقعد على هي الطاولة لحالنا أحسن. والله فكرة. يلا نشوفه. وأنا هيك رأيي. شوف محمد في حال إجا فواز اقعد أنت وياه على هي الطاولة ودير بالك تطلع علينا أو تعمل حالك تعرفنا. أكيد. يا طوني اهلا وسهلا محمد افندي. شو كانه فواز ما اجى؟ بعده ما اجى بس هيدا وقته. بس هو اكيد رح يجي هيك بالعاده. طيب بس اهتم لي بطاوله الشباب اللي هنيك. تأمر امر محمد افندي. شو هالحكي يا اغا؟ اي نعم. لذلك صار ضروري نلاقي البنت باي وسيله. أول شيء مشان ترجع لي الذهبيات، وثاني شيء مشان أقدمها للمحكمة بتهمة السرقة. أنت بتأمر يا أغا. بدي إياك تفتح لي محضر بهالشيء كمان. رح أفتح لك محضر يا أغا. بس بلا هالمخافر. ونحن في حال عثرنا على البنت، رح نجيبها ونخليها ترجع لك الذهبيات. واترك لي إياها أنا أدبها بطريقتي. وبلا ما نشرشحها بالحبوس يا أغا. يا سيدي هي ترجع لي الذهبات. وساعتها شو بدك تعمل فيه عميل؟ يعني مسامحها يا أغا؟ تكرم عينك راح اتنازل عن حقي من شانك. وأنا بوعدك يا أغا خلال أيام قليلة راح تكون البنت بين إيدينا. يا ريت يا ريت يا ممدوح أفندي. وراح تسامحني بالبنت؟ يا سيدي راح سامحك فيها دنيا آخرة. بس المهم ترجع لي الذهبات. اتفقنا. المهم تفضل احكي لي شو صار معك بقيادة الشرطة. ذكرتني يا أغا ما عرفنا بدهم كام ذهبية مشان يسكتوا الناس اللي عملتوا يعجنوا بموضوع طلال. تكرم عيونك. العمى شو بلا موطي. هالزلمة مثل بلوعة ما بيشبع بها. شي تاني يا ابو العباس؟ علقت على فعل الحصان؟ ايه علقت. روح نام وريح بدنك وروح. طيب بتأمر. ابو العباس حطلك لقمه تاكل. لا لا ما بدي تعشى. عمل لي بريق شاي تاني. بريق شاي تاني؟ ابو العباس من الصبح انت عم تشرب شاي يعني صار لازم تاكل لقمه تسند فيها معدتك. نعيم انت من انت بتاخذ بتعطي معي؟ عمل لك عمل لي بريق شاي تاني اوان.
يعني ما بدنا نخلص من قصة الزعل يا بنتي. بدك يعني افرح يعني يا عمي؟ لك يا بنتي ما بدي اياكي تفرحي، بس كمان ما بدي اياكي تموتي حالك. اخ يا ريتني اقعد جنب امي واخلص بقى من هالدنيا وقرفها. وبتتركي ابوكي لحاله؟ ولي على عمري عليك يا ابي، يا خوفي يكون صاير له شيء او قاتلينه. لا تهولي علي يا بنتي، لا تهولي علي. انا بعرف كيف بفكر الاغا، اكيد بيكون انتقم منه. انت هدي واركيني وبيحل الحلال. كيف بدي اهدى والاغا عنده قتل البني ادم مثل شربة المي؟ كيف؟ انت اكرم من الله. لا اله الا الله. هلا بدي اياكي تركيني وتهدي يا بنتي لحتى نلاقي طريقه تنفدي فيها ابوكي. وعد فكرت بلغ الدرك، الاغا ايده طايله كثير. لك يا بنتي انا ما راح بلغ الدرك، ولعلمك الاغا لا يمكن يقتل ابوكي طالما هو ما بيعرف وين اراضيكي. هم الاغا هلا انه يلاقيكي، وهذا الشيء ما راح يحصل باذن واحد احد ولو على جستي. كيف عرفت؟ لانه راح يحاول يعرف منه وين عم تروحي وين عم تجي وبمين راح تحتمي. بس اكيد. اي نعم. يا ريت يا عمي، يا ريت. وابوك لا يمكن يعترف عن مكانك. بس راح يعذبوه. راح يتحمل، بلكي الله يفرج عليكم. امتى؟ فرج الله قريب يا بنتي. لا اله الا الله، محمد رسول الله. يا الله شو كلامك بيريحني. لا لا ولا لا يا بلا لا شامي الذهب والفضة. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى نندح نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرّاس بالذهب والفضة. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى، إلا العالي بعلا. نقول الله لا 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 يا بلالا شامي بين الرجالة، بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة. بكوتي ونوحي